عن البليندنج مود. البليندنج مود عبارة عن بريست، بس بريست من الكالكوليشن حسابات ادوبي او فوتوشوب بيعملهم على الرسمة في شكل حاجة اسمها مود، فيعمل نوع من التغيير على الصورة. طيب احنا مش عارفين يعني ايه مود. طيب انا هوريك ملف تاني انا عامله، هو نفس الملف اللي احنا فيه وحطيت فيه layers. layers انا ضفتها وهعلمك ازاي تضيفها. كل مود منهم انا سميته باسمه، تمام، وهوريهم لك واحد واحد على الشكل الاوريجينال بتاعنا اللي هو layer واحد اللي هو ثمرة الفلفل الاخضر او الاحمر دي، تمام. وتعالى اوريك اول واحد مثلا انا عامله، عامل مود اسمه overlay، تمام. بمجرد ما هكليك على الاي بتاعته هنا هيديني الايفكت بتاعه اوفرلاي، مدي الايمج الاصليه نوع من العمق شويه، تمام. لو شلته وحطيت اللي هو اللي فوقه اللي هو اليو، اليو ضرب اللون بتاع اللير، تمام، اللي هو الزيتي ده، رغم ان اللي تحته اخضر لكن اللي فوق هنا زيتي فاتح، بس عمل افكت تاني مختلف خالص ان هو حول لي قلب الهيو الكالر ويل، قلب الكالر ويل بتاعة الثمرة دي للون معاكس، مش لون معاكس كانفيرت، لا قلبه كلون معاكس في عجلة الالوان، وحط الاتنين مع بعض، يعني عمل ميكس ما بين ده وما بين درجة التشبع بتاعته، تمام، ما بين درجة التشبع بتاعته ودرجة تشبع اللير الأصلية، تمام، وطلع لنا الكالر الجديد ده. في واحد تاني برضو أنا عامله، أنا هشيل ده وهروح للي فوق، تمام، ده لينير دوج، تمام، غير لنا برضو اللون بشكل مختلف. لو أنا رحت على لينير دوج هتلاقي كمان إن أنا مغير الفيل بتاع اللير شوية علشان اغير درجة اللون، تمام. طيب احنا اتعرفنا اهو على البليندنج مود بشكل سطحي جدا، تمام. عايزين نشوف ازاي ممكن نعمل بليندنج مود. اوكي انا هفتح اللياز كلها او هخليك تشوف اللياز كلها عشان نشوف الفرق ما بين الايمج الجديدة والقديمة. البليندنج مود موجودين فين؟ البليندنج مود موجودين في مكانين. اول مكان منهم مع في اجزاء كتير او تولز كتيرة، بمجرد ما بنشتغل عليها بيدينا مود للبليندنج. بليندنج لو عايز المعنى اللغوي بتاعها بالظبط، بليندنج يعني خلط، بليندر يعني خلط. فافترض ان احنا ما عندناش قاعدة واحدة للتعامل مع البليندنج، لان في كذا عنصر بيخشوا في الموضوع، اللير اللي هيتعمل عليها بليندنج واللير الاصليه هيتحكموا في الشكل اللي هيطلع بناء عن اللون ودرجه التشبع. طيب حتى الان انت مش عارف انا بقول لك ايه. طب تعالى نعمل مثال صغير كده، انا هقفل الايمج دي، تمام، وهرجع للايمج الاصليه بتاعتي اللي هي دي. هروح على الماجيك وند تول وهسلكت هنا، تمام، هغير التولرنس بتاعها مثلا ل 50، لا خليها 40 مثلا، وهدوس كنترول ودي، هعمل دي سيلكت وهرجع اسيلكت تاني فهياخد لي الثمره بس. لو دوست ديليت هيشيل لي كل الاسود اللي موجود، تمام، هعمل كنترول ودي تاني وهروح أأد لير تاني، تمام؟ أنا هضيف لير تانية. اللير الجديدة زي ما كنا بنشتغل على الشانل، اللير شبهها بالظبط وهنشرحها بالتفصيل في شابتر لوحدها ومجموعة دروس مستقلة لوحدها، بس أنا دلوقتي بقول لك أنت ممكن تأد لير عن طريق الأيكون دي، تمام؟ أنا هسحب اللير فوق، هسحب اللير فوق هنا عشان تشوف أنا هعمل إيه. أنا عايز اقول لك
لو انت بتدوس على البوتن ده هيقول لك كرييت نيو لاير، ولو هتدوس على ده هيديليت اللاير. يعني انا لاير 2 انا ممكن وهي انا وانا عامل لها سيلكشن كده اقول له ديليت واقول له يس فيمسح لي اللاير واضيف لاير تاني. تمام، انا دوست مرتين تقريبا فاضاف لي كذا لاير، انا همسح لاير 3 اوكي يس، وهاجي على لاير 2 هكليك عليها كده اوكي دبل كليك، هيسيبني اغير اسمها هسميها تيست اوكي، وهسيبها مكانها وهاخد اللايرز نفسها هرجعها تاني مكانها، المفروض عشان نضيفها ممكن نحطها هنا كده اوكي، ونعملها دراج لمكانها الطبيعي. دلوقتي انا عندي لاير فوق اللاير الاصليه بتاعتي. طيب انا قلت لك ان البليندنج مود بيشتغل على اللايرز تمام، وبيشتغل على التولز. يعني انا من هنا ممكن اغير البليندنج مود بتاع اللاير دي من غير ما يكون فيها اي حاجه. تمام، انا هخليها نورمال، انا هاجي على اللاير دي واروح اعمل لها فيل بكالر. تمام، هو عمل لي فيل بالفور جراوند كالر بتاعي. دلوقتي انا هروح اكليك هنا وهختار مثلا هيو اوكي، ادي الهيو عمل لنا ميكس جميل جدا، رجع لنا الثمره بتاعتنا للون الاخضر. طيب لو انا جيت هنا على الفيل وانا لسه دايس على اللير اللي هي تيست وابتديت اقلل النسبه بتاعته تمام اوكي كده كويس، ولا نخليه زيرو؟ طيب خليه مثلا 80%. اوكي كده لو هي اخدت هيو على 80%. طب انا هكليك هنا برضو تاني وهرجع للهيو، بس هخلي الجزء ده بمجرد ما انا ما عملت كليك جواه وسبته تاني بقى لونه ازرق، ومجرد ما هتحرك بالايرو كيز بتوعي اللي موجودين مع الكيبورد هتحرك كده انا في اتجاه الشمال، هكليك على الارو اتجاهه الشمال، السهم اتجاهه الشمال، وهكليك واحد تمام، غير لي المود تين، غير لي المود رأيك. عرفت انا ليه بقول لك العناصر كل مره بتتغير؟ طيب هعمل حاجه تانية هغير بيها المعادله، هخليها اصعب شويه. انا هاجي على اللاير دي تاني وانا جواها هخليها نورمال اوكي، هي دلوقتي نورمال و80%، لا انا هخليها ارجعها 100% سوليد زي ما هي، وهاجي بالسليكشن تول بتاعتي هاجي على النص كده وهعمل فيل الباك جراوند كلر تاني لونه موف ده اوكي اوكي، هاجي على الجي تول الباكت تول وهكليك حمل اللون الجديد باللون البنفسجي. طيب هعمل دي سيلكت كنترول دي وهروح اغير المود. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل بقى مع اللونين مع بعض واحنا عمالين بنغير من مود لمود، ونشوف ايه اللي بيحصل لمجرد ان احنا غيرنا كولر. بيحصل ميكسنج جامد جدا ما بين الالوان وبعضها. انت مش هتحدد فعلا ايه اللي انت عايزه غير لما تشوف حاجه تقول هي دي، ايوه ده اللي انا عايزه. وعشان كده انا قلت لك حافظ على الشغل بتاعك جوه لايرز وانت بتشتغل على البليندنج مود، واشوفك الدرس الجاي مع البليندنج مود مع التولز.